بعيداً عن الخيارات العسكرية وتدخل قوات أجنبية هنا وهناك، منظمات دولية عديدة تعمل من أجل استقرار ليبيا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ماذا يحتاج المجتمع الليبي اليوم لتجاوز خلافاته الداخلية والنهوض بالبلاد مجدداً؟ يسأل يستضيف الدكتور إيلي أبو عون، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام. شكرا جزيلا لقبولك دعوتنا. لنبدأ من المنظمات الحكومية وغير الحكومية ونشاطاتها في الشرق الأوسط، ولنأخذ ليبيا مثلا. عملية هذه المنظمات على الأرض، لنتحدث بشكل عام وبعدين نذهب إلى التفاصيل. شكراً كثير أول شيء على فرصة المقابلة. طبعاً السؤال أو الجواب على السؤال هو متشعب، لأنه لا يمكن وضع كل المنظمات في سلة واحدة. قطاع المنظمات الحكومية وغير الحكومية وعملها في ليبيا أو في أي بلد آخر خاضع لقواعد اللعبة اللي موجودة بأي قطاع من القطاعات الأخرى، في قطاع الطبي، قطاع الهندسة، قطاع التجارة. في أشخاص أو في مؤسسات بكون نتيجة عملها واضحة وجيدة، وبكون في نتائج أو في أمثلة أخرى بكون نتائج فيها أقل، وبالتالي المنظمات خاضعة لنفس القواعد. في منظمات طبعا شغلهم ممتاز، وفي منظمات شغلهم أقل امتيازاً إذا بدنا نحطها بهالصيغة. هلا في الموضوع الليبي تحديداً في تعقيدات يعني لا تسمح بأن تقوم منظمات بعملها بأفضل شكل، خلينا نقول. أول شيء الوضع الأمني في ليبيا يمنع كثير من المنظمات أنه يكون عندهم قدرة على يعني إرسال أشخاص ذو مثلا عندهم خبرات معينة إلى كل المناطق الليبية. هذا عائق أساسي بيخلي أنه البرامج ما تكون فعالة قد ما نحن مريدها تكون. هل من العدل أن نقول بأن مجتمعاتنا في الشرق الأوسط هي مجتمعات تتبنى مبدأ العنف قبل الحوار؟ أول شيء مبدأ التعميم غير عادل. بحد ذاته، فأنا برأيي لا، يعني القول أنه كل مجتمعاتنا يعني عندها هذه المشكلة بعتقد فيه مش عادل، هذا القول غير عادل. ولكن دعني أقول المناطق التي تشهد خلافات الآن، لنبدأ العراق، في سوريا، في ليبيا، وفي باقي الدول يعني التي تعاني من هذه الخلافات الآن. صحيح، ولكن برجع بقول حتى في هذه البلدان في أشخاص وفي مجموعات لا تتبنى العنف ولا تريد العنف ولا تعتبر أن العنف هو أفضل وسيلة لتحقيق الغايات السياسية، ولكن هذه الفئات في هذه البلدان هي بعد أقلية، والأكثرية هي التي يعني تكرس هذا المبدأ، أنه اليوم إذا عندنا مطلب سياسي أفضل طريقة لتحقيق هذا المطلب هو العنف أو قتل الآخر أو إلغاء الآخر. طبعا هذه المشكلة موجودة بالمنطقة العربية، أنا لا أنكر وجود هذه المشكلة، ولكن أنا بقول كمان من غير العادل أنه التعميم أنه كل الناس في هذه المنطقة هيك، لا، يوجد جهود يعني وأشخاص ومبادرات ممتازة تثبت العكس، ولكنها بعد ما عندها القاعدة الشعبية المطلوبة لتصير هي المنحة الظاهر أكثر. يعني هذا الصوت مختفي كأصوات الليبراليين في الشرق الأوسط، هذا صوت خافت لحد الآن. لنتحدث عن المبادرات، أنتم في معهد الولايات المتحدة للسلام عملتم في دول عديدة تشهد صراعات داخلية، تشهد أعمال عنف كثيرة. عن ماذا تركزون عندما نتحدث عن ليبيا؟ هل لديكم فعلا نشاط على الأرض؟
طبعا المعهد دخل على ليبيا عام 2011، ونوع المبادرات اللي نفذناها في ليبيا تغير بتغير الوضع. فبالمرحلة الأولى بال 2011 كان التركيز على تقديم المشورة من ضمن المجموعة الدولية في موضوع إعادة الاستقرار، وتحديدا كان البعد المتعلق بحل النزاعات ومعالجة أثر النزاعات السابقة في هذا الوقت. بعدين من بعد ما صار في تكوين لحكم انتقالي في ليبيا، انتقل دورنا إلى دعم مبادرات تتعلق بكتابة الدستور الجديد وبدعم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بذلك الوقت. وبعدين صار في التدهور الأمني ويعني انهيار السلطة الانتقالية القائمة، فكان دورنا يتركز أكثر على دعم مبادرات مجتمعية معينة. وهلأ رجعنا عم نشتغل تحت إطار أو بالشراكة مع الأمم المتحدة على إحياء مبادرات حوارية في يعني على المستوى المحلي، لأنه الحوار الوطني هو يبقى من مسؤولية الأمم المتحدة. نعم. ولكن نحن عم نشوف كيف ممكن نقدم دعم تقني لأطراف ليبيين محليين في موضوع الحوارات المحلية والحوار الوطني. على من تعولون على الأرض في ليبيا؟ التعويل الأساسي يكون على القوى الفاعلة في المجتمع دائما، لأنه في غياب إرادة من هذه القوى لا يمكن تحقيق أي شيء. على المستوى التقني أكثر في عنا بعض الشراكات اللي ممكن نعول عليها، يعني مثل ما سبق وذكرت لحضرتك كان عنا شراكة مع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، كان في شراكة مع لجنة صياغة الدستور إلى آخره. فهول شراكات، ولكن هاي الشراكة بتكون أكثر على المستوى التقني. ولكن بالمبدأ العام تركيزنا الأساسي هو على القوى الفاعلة في المجتمع اللي هي ممكن تنقل الوضع في ليبيا من حالة التفتت والعنف اللي موجود فيه إلى حالة أفضل. هل هذا يقتصر على منظمات سياسية جهات سياسية أم منظمات مجتمع مدني ليبي؟ مقاربة المعهد بشكل عام في هذا الموضوع أنه عملية إعادة الاستقرار وبناء السلام هي عملية تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات اللي ذكرتيها حضرتك. فقطاع المجتمع المدني له دور، السلطة السياسية أو السلطة السياسية له دور، القطاع الأكاديمي، القطاع الخاص إلى آخره. فلا يمكن أنه نحن ننظر إلى هيك عملية معقدة ونقول أنه بس هي دور قطاع واحد. وبالتالي مقاربتنا عادة تحاول إدماج كل هذه الأدوار قدر الإمكان طبعا في عملية إعادة الاستقرار. يعني معهد الولايات المتحدة للسلام كانت له تجارب عديدة، ربما التجربة الأكثر قربا إلى ليبيا هي العراق، حوارات، اجتماعات لإحياء مشروع الحوار، المصالحة الوطنية. لو قارنا ما بين العراق وليبيا، هل من الممكن أن ينجح مشروع المعهد في ليبيا كما نجح في العراق؟ يعني نحن أول شيء لا نعتبر أنه يعني النجاح في العراق هو يعني نهائي أو مضمون. يعني نحن نعتبر أنه الوضع بالعراق يتطلب بعد جهود من المعهد ومن غير أطراف. لكن أنتم تمكنتم من في بعض المبادرات من مقاربة الأطراف. صحيح، في بعض المبادرات أدت إلى نتيجة فعلية على الأرض، وهذا طبعا شيء جيد، ولكن مقياس النجاح بالنسبة لنا أعلى من هيك. يعني عندنا طموح أنه ننجح بمعايير أكثر. هلأ في ليبيا لو ما نحن شايفين أنه في مجال للنجاح ما كنا استمرينا في البرنامج واستمرينا في يعني تخصيص وقت وموارد لبرنامج ليبيا. فأكيد نحن على قناعة أنه في مجال للنجاح في ليبيا، خاصة على مستوى الحوارات المحلية. يعني نحن تركيزنا في ليبيا وفي غير ليبيا على موضوع الحوارات المحلية، لأنه أي مصالحة وطنية في إلى بعدين، البعد الوطني والبعد المحلي. البعد الوطني حاليا في ليبيا أكثر شيء عم يشتغلوا عليه الأمم المتحدة وفي قوى إقليمية وإلى آخره. نحن نعتبر أن دخول معهد على هذا الخط هو يعني نوع من ازدواجية في يعني في الجهود. تعملون مع الأمم المتحدة؟ نعمل مع الأمم المتحدة، ولكن تركين المجال إنه هني يشتغلوا. ما بدنا نحن نعمل ازدواجية في العمل. ففي already يعني في
منظمات عم تشتغل على هذا الموضوع، نحن موجودين لندعمهم ولكن تركينهم هن يكملوا المبادرة اللي عم يشتغلوا عليها. نحن تركيزنا في الوقت الحالي على المستوى المحلي، على البعد المحلي للمصالحة وبناء السلام، ودائما فرص النجاح وتحقيق نجاحات على المستوى المحلي هي أكثر من على المستوى الوطني، وبالتالي تعويلنا على هذا الموضوع. كسؤال أخير قبل أن نذهب إلى الفاصل، أنتم تعولون على الداخل وتعولون على أطراف محلية، ماذا تحتاج هذه الأطراف؟ كيف عمليا كيف يمكن حصول هذا التقارب؟ هذه الأطراف تحتاج إلى عدة أمور، وبعض الأمور يمكن أن يوفرها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وأمور أخرى يجب أن تأتي من الأطراف نفسها أو من القاعدة المحيطة فيها. من ناحية المجتمع الدولي، الحاجات هي أكثرها حاجات تقنية يعني في ليبيا، من ناحية الخبرة ومن ناحية القدرة على تصميم مبادرات إلى علاقة بالحوار وتنفيذها بشكل جيد وإلى آخره. وهذا موضوع المنظمات الدولية والأمم المتحدة والمعهد وغيرنا عم بيكون فيها قدر الإمكان. مثل ما قلت بأول المقابلة، ما يعني بالنسبة لنا ما هو أهم هو أن تكتسب هذه الجهات المحلية مشروعية من مجتمعاتها، من الحاضنة الشعبية لها، وهذا أمر عم يتأخر. وهذا السؤال، كيف تقنعون هذه الأطراف على الجلوس معاً والحوار بدون عنف؟ كيف تستطيعون أنتم إقناع هذه الأطراف؟ عادة مقاربتنا في هذا الموضوع هو التركيز على إبراز المصلحة من الجلوس إلى طاولة الحوار وعدم اللجوء إلى العنف. فبحالات أخرى مثلا في العراق وفي شمال سوريا، وقت بلشنا بهيك مبادرات كان أول شيء حطينا لهم إياه على الطاولة للأفريقا، أنه طيب عندكم خيارين، هلأ في خيار أنه تتحاوروا مع الطرف الآخر، وفي خيار أنه تدخلوا بدوامة عنف سوف تؤذي الطرفين بشكل عام. يعني القتل والدمار بيكون على الطرفين، ولا حرب بتخلص بيكون طرف واحد بس متدمر والطرف الآخر غير متدمر. وبالتالي بنحاول نحن من خلال تحليل النزاع أن نبرز نقاط المصلحة التي يمكن أن يحصل عليها الطرفين من خلال الحوار. ونجي من قلهم طيب عال، هلأ أنتوا قدام خيارين، في العنف وكلفته، وكلكم بتعرفوا شو كلفة العنف، وبالآخر واحد رح يربح واحد رح يخسر، وفي طريق أو مسار آخر ممكن تحصلوا عليه على هول المكاسب ولكن من دون خسارة، من دون عنف. نعم. هلأ بحالات كثيرة، ما بدي أقول بكل الحالات لأنه هذا بكون مبالغة، ولكن بحالات كثيرة كانت الأطراف تقتنع أنه هذا المسار أفضل. ولكن خلينا نكون واقعيين، هذا الإقناع غير كافي، لأنه حتى لو الأطراف اقتنعت، إذا الحاضنة الشعبية بعدها عم تعمل ضغط مجتمعي على هذه الأطراف لعدم السير بأي تسوية، لا يمكن للطرف حتى اللي عنده مشروعية أن يفرض على مجتمعه التسوية معينة. وبالتالي من هيك عم قلك في القدرة التقنية اللي عم نأمنها للأطراف المحليين اللي يجب أن نعم. تتحاور، وفي الدعم أو المشروعية من الحاضنة الشعبية، وهذا الموضوع عم يأخذ وقت أكثر. إذن سنتوقف عند هذه النقطة وقفة قصيرة ونعود. مشاهدينا الكرام، يسأل معكم من واشنطن، نعود بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
العودة مجددا مع برنامج يو اس ال من العاصمة واشنطن، وضيفنا اليوم هو الدكتور إيلي أبو عون، مدير برامج الشرق الأوسط وشرق أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام. دكتور أبو عون، نشكرك على استضافتك لنا في مبنى معهدكم. أهلا وسهلا. لنتحدث عن حقوق الإنسان، من الطبيعي في أي دولة تعاني من عمليات إرهابية، تعاني من خلافات داخلية، أعمال عنف، النظر إلى حقوق الإنسان يأتي أو يذهب إلى الخلف نوعا ما، المعيار يتغير. كيف ننظر اليوم إلى حقوق الإنسان؟ هل هناك خروقات في حقوق الإنسان في ليبيا؟ طبعا دائما يعني بالحالات اللي بيكون فيها عنف وقتل، انتهاكات حقوق الإنسان بتزيد كتير. الفرق بين دولة مستقرة ودولة في حالة حرب من ناحية حقوق الإنسان هو طبيعة مراقبة حقوق الإنسان وطبيعة الانتهاكات، ولكن بالحالتين بيكون في انتهاكات، وبالحالة اللي فيها عنف وحرب بتكون الانتهاكات أكثر بكتير وذو طبيعة مختلفة، يعني من ناحية استهداف المدنيين بعمليات القتل إلى آخره. فأنا برأيي ما في واقع بيكون فيه انتهاكات وواقع لا يوجد فيه انتهاكات، لكن طبيعة الانتهاكات تختلف، وبالتالي التعاطي مع الانتهاكات بيكون عبر آليات مختلفة. يعني كان هناك في ليبيا في عهد القذافي كانت هناك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. من دون شك كان في انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، ولكن ما كان العنف ما كان مستشري في في ليبيا، فطبيعه الانتهاكات كانت مختلفه، تتعلق بالاقصاء السياسي، الاعتقال التعسفي، عدم وجود محاكمه عادله، حريه التعبير الى اخره، وبالتالي آلية التعامل مع هذه الانتهاكات تختلف عن ما نحن اليوم في مواجهة معه، اللي هو انتهاكات تتعلق بسلامة المدنيين وحرية الحياة. سلامة المدنيين بالحياة. نعم، سلامة المدنيين من شقين. الشق الأول وجود منظمات مؤدلجة في ليبيا. اليوم نسمع أخبار جيدة أنه الدولة الإسلامية خسرت أو هزمت حاليا في سرت. ماذا يعني خلو ليبيا من الدولة الإسلامية أو غيرها من المنظمات الإرهابية؟ أول شيء نحن يعني قراءتنا للوضع أنه الإيديولوجيا التي اعتمدتها داعش أو غير منظمات هي إيديولوجيا موجودة في المنطقة ما قبل 2011، وبعتقد سوف تستمر بالمرحلة المقبلة. فالفرضية أنه القضاء على تنظيم مثل داعش كهيكل تنظيمي هو القضاء على الإيديولوجيا هي فرضية خطأ من الأساس، وبالتالي اليوم ممكن داعش كمنظمة أو كتنظيم يعني تم إزالته من مدينة سرت أو من مدن أخرى، ولكن الإيديولوجيا والأسباب اللي أدت إلى هذا الكم من الشباب أن يلتحق بهكذا تنظيمات هي موجودة، ويجب معالجة هذه الأسباب، ويجب معالجة موضوع نشر هذه الإيديولوجيا وموضوع التكفير، بالإضافة إلى القضاء على التنظيمات كهياكل تنظيمية. هناك من يعتقد بأن المنظمات التي تتحدث هي مؤدلجة سياسيا، وبالتالي كل منظمة تحمل أجندة سياسية ربما من البلد التي تكون فيه، لنفرض المعهد في واشنطن، وهناك غير منظمات في أوروبا. هل هذا صحيح؟ في شيء من الصحة أنه لا يعني لا توجد منظمة ما عندها أجندة، طبعا هذا الشيء من المسلمات، وإلا ما بتكون ما في سبب لوجود هذه المنظمة، ولكن أنا رؤيتي للموضوع أنه مش دائما الأجندة تكون أجندة سيئة للمجتمعات المحلية المستهدفة من خلال مشاريع معينة، وبالتالي الحكم على منظمة لا يجب أن يكون مرتبط بهويتها، ولكن لازم يكون مرتبط بمحتوى الأجندة اللي عم تنفذه. ففي حالة نحن معهد الولايات المتحدة للسلام، طبعا عندنا أجندة ما بنخفيها على حدا، ولكن أجندتنا تتعلق بمشاريع لحل النزاعات من دون عنف. هل هذه الأجندة تتعارض مع مصلحة المجتمع في العراق أو في ليبيا أو في سوريا أو في لبنان أو في الأردن أو في لا، أنا لا أعتقد أنها تتعارض. هلا اللي بيعتبر أنه أجندتنا تتعارض طبعا عنده الحرية أنه ما يتعامل معنا وما يكون جزء من مشاريعنا، ولكن الحكم على المعهد ما مفروض يكون بس من منظار أنه هل هذا المعهد موجود في واشنطن ولا تمويله من هذه الجهة ولا من هكذا. من أين تمويل المعهد؟
المعهد ممول من الكونغرس الأمريكي بالدرجة الأولى ومن شراكات معينة مع وكالات حكومية أمريكية أخرى. يعني أنت تعلم بأن نظرية المؤامرة هي نظرية منتشرة في الشرق الأوسط وفي الدول العربية، وبالتالي عندما نتحدث عن أي جهة أمريكية حكومية أو غير حكومية تحوم هذه النظرية حول هذه الجهة. صحيح. هل تعانون أنتم من هذا في التعامل في المنطقة؟ نحن نعاني أقل من غيرنا. أنا فيه أقول يعني نحن صرنا بنشتغل مثلا بالعراق من 2003، بليبيا من 2011، بتونس من 2012، وفي بلدان أخرى في المنطقة. يعني الحالات اللي اضطرينا نواجه فيها هكذا اتهامات هي عددها قليل جداً، وهذا مرده إلى الأجندة اللي عم ننفذها في هذه البلدان، وإلى أنواع مشاريعنا، وإلى الصلات أو العلاقات اللي خلقناها مع القوى الفاعلة في المجتمعات المحلية اللي سمحت أنه يشوفوا هن مزبوط نحن ما هو عملنا، ما هو محتوى عملنا، وما هي الأهداف من عملنا، وبالتالي خففنا كتير من التشكيك في يعني نوايا المعهد. الشق الثاني من حقوق الإنسان، هناك أزمة كبيرة، أزمة تقلق ربما الأوروبيين قبل الولايات المتحدة وقبل المجتمع الدولي بشكل عام، هو أزمة الهجرة غير الشرعية خاصة من ليبيا التي تسمى الحديقة الخلفية لأوروبا. هل تتعاملون مع هذه الأزمة؟ ماذا تقدمون؟ المعهد ما عنده برامج خاصة بمواضيع الهجرة لأنه هذا من اختصاص منظمات أخرى، ولكن نحن موضوع الهجرة والنزوح نتعاطى معه كمان من منظار حل النزاعات والتعاطي مع النزاعات، فبالتالي نحن نعتبر أنه جزء من حل أو من الوقاية من الهجرة غير الشرعية هو تخفيف التوتر في المناطق اللي أصلاً هن المهاجرين عم يتركوها. نعم. وبالتالي مساهمة المعهد هي مساهمة غير مباشرة في معالجة موضوع الهجرة من خلال إعادة الاستقرار أو تخفيف التوتر في مناطق الأصلية لهذه المجموعات اللي عم تهاجر. والبعد الثاني اللي نحن نتعاطى فيه بموضوع الهجرة هو مش الهجرة بس، بموضوع النزوح مثلا، عندما نساهم في إعادة الاستقرار إلى منطقة محررة مثلا مثل سرت أو بغير مناطق بليبيا، كمان جزء من إعادة الاستقرار يكون أو يقوم على إعادة النازحين إلى موطنهم الأصلي، وبالتالي هول البعدين اللي بنتعاطى فيهم بموضوع الهجرة، ولكن ليس بشكل مباشر لأنه مش من اختصاصنا. نعم. أنت تحدثت أكثر من مرة عن العراق. لو قارنا ما بين الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية ما بين العراق وليبيا، ما هو الفرق؟ طبعا في فروقات كتيرة وفي أوجه شبه كمان موجودة. يعني من واحدة من أوجه الشبه هي وجود يعني جهات مسلحة غير حكومية بكثرة في البلدين. الوجه الآخر هو الاستقطاب أو يعني انقسام في المجتمع، ولو أنه بالعراق هو انقسام عرقي ديني مذهبي، بليبيا أنواع الانقسام مختلفة، في بعد منا عرقي شوي لغوي وفي بعد مناطقي يعني قبلي وفي قبلي كمان، ولكن بغض النظر عن هول كمان المشكلة اللي ذكرت لك إياها بالأول اللي هي المشروعية الشعبية لمبدأ اللاعنف وحل النزاعات من دون استعمال عنف هي شبيهة بالبلدين، وهي مش بس مش ما نظلم هول البلدين، هي شبيهة في أغلب مجتمعات المنطقة، ونحن بالنسبة لنا هيدا عنصر أساسي جدا للتعامل معه من أجل أن يعني نتقدم في جهودنا وجهود غيرنا مش لحالنا. دعني أوضح شيئا للمشاهدين، نحن هنا في مقر معهد الولايات المتحدة للسلام، وبذلك لا نستطيع السيطرة على بعض الأصوات، فاعذرونا واعذرنا دكتور إيلي. سؤالنا الأخير، هل تخشون من عسكرة المجتمع الليبي؟ العسكرة حصلت، فالخشية خلص يعني مش ببقى بمحلة لأنه الموضوع صار المشكلة موجودة ومطروحة. طب لماذا تخشون عسكرة المجتمع؟
عسكرة المجتمع دائما خطيرة، لأنه تؤدي إلى تفشي ثقافة العنف أكثر وأكثر، وتؤدي إلى إخراج مجموعة كبيرة من الشباب من الجامعات والمعاهد التربوية ومن سوق العمل، ووضعهم لسنوات عديدة في إطار تنظيم عسكري معين، وبالتالي بعد سنوات هول إعادتهم إلى الحياة المدنية هو أمر معقد للغاية. وبالتالي الخشية هي بشكل أساسي أنه ما هو مستقبل كل هالألاف من الشباب اللي اليوم هن عم ياخدوا رواتب وعم يشاركوا بمعارك عسكرية وهن خارج أي إطار مدني، إن كان تربوي ولا إن كان يعني تعليمي أو إن كان له علاقة بسوق العمل مهني. وبالتالي هذه سوف تكون مشكلة كبيرة في ليبيا وفي مناطق أخرى من المنطقة، يعني سوريا والعراق ولبنان وإلى آخره. المعهد عم بيحاول أنه يساهم ببعض الأفكار في هذا الموضوع، ولكن التوقيت السياسي لم يأتي بعد للبدء بهكذا مشاريع، لأنه الحروب لا تزال قائمة والنفوذ التنظيمات العسكرية في أوجه. وطبعا دكتور أبو عون سنبقى على تواصل دائما لمعرفة ما هي المشاريع الجديدة التي تنفذ على الأرض الليبية. شكرا جزيلا شكراً لك لاستضافتك لنا. مشاهدينا الكرام، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من USL. كان معنا الدكتور إيلي أبو عون، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام. لقاؤنا يتجدد في الأسبوع المقبل. أنا داليا العقيدي أحييكم من واشنطن.